بسم الله الرحمن الرحيم. 19/1/2013 الآن متواجدين في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، وتكلف سريه أمن الثورة في حماية المنشآت النفطية والآبار النفطية بقيادة الرائد محمد جسد حمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيادة الرائد، لو شرحت لنا الوضع وما هي الأعمال الآن تقومون فيها في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور. النفط وما يورثه من دمار للبيئة وللصحة، ويكتنزه بعض الأهالي أو يزيدهم المستدع منه، مما أدى إلى تذمر الأهالي من هذا الوضع. اجتمع الجيش الحر واتفقوا على تشكيل لواء تحت مسميات سرايا أمن الثورة، حيث قامت في هذه الفترة بوضع حواجز على مختلف الطرق العامة والجسور في الريف الشرقي لدير الزور. تتموضع الآن حوالي 8 حواجز، نعم، أهمتها منع سيارات النفط من العبور سواء كانت ممتلئة أو فارغة، وهذه لمدة يومين أو ثلاثة مجرد التنبيه. دعونا قبل أكثر من مرة ومرتين وثلاثة بالكف عن العمل بمجال النفط، ولكن لم يستجب أحد. الآن وضعنا الحواجز مجرد تنبيه لهذه السيارات لمدة يومين، بعدها سيصار إلى الحجز والحبس لمن يخرق هذا الأمر. إذا كان هذا الوضع بشكل كامل وشرحنا يا سيادة الرائد في سرايا أمن الثورة، وكما تشاهدون هاي آبار النفط سيتم توقيفها بشكل كامل لمدة 3 أيام، ومن بعدها ستتم المحاسبة بشكل كامل، يتم حرق السيارات وتكسير الآبار، ولذلك بإشراف من الهيئة الشرعية لمحافظة دير الزور الريف الشرقي لمحافظة دير الزور. 19/1/2013 الريف الشرقي لمحافظة دير الزور. إذا كما تشاهدون هيا في الحاجز النقطة الرئيسية في مدة الطيانة، وكما تشاهدون ها هو نشاط الجيش الحر في توقيع الآليات النقط. إذن ها هو الحاجز الرئيسي في بلدة الطيانة، يتعهدون أبطال الجيش الحر بمنع خام النفط بشكل كامل في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور. 19/1/2013 الريف الشرقي لمحافظة دير الزور.